رح نحكي اليوم عن ارتفاع ضغط الدم أثناء الصيام. اليوم يمكن أشخاص كتير ما بيكونوا على قدر المسؤولية أنهم بيصوموا بدون ما يشيكوا عند الطبيب، ما يعرفوا قد اليوم مستوى ضغط الدم عندهم. هذا الشيء أكيد له تأثير سلبي، مع أنه نحن عم نحكي عن صوم، عم نحكي عن تغييرات مفاجئة للجسم، كان بالعادات، كان بعادات الأكل وعادات النوم، ويمكن هذا الشيء أكيد له تأثير سلبي إذا ما كان تحت تشيك طبي. صحيح رشا، يمكن بعض الأمراض اللي منها ضغط الدم وغيرها من الأمراض السكري وأمراض تانية، هي أمراض يجب التعامل معها بدقة وحذر، وخصوصا بمواعيد الأدوية والأغذية. نحن بنعرف مشروب العرقسوس الناس بتحبه برمضان، ولكن العرقسوس ما بيكون مفيد لمرضى الضغط لأنه بيأثر وبيؤدي لارتفاع الضغط الدم الشرياني، وغيرها كتير من التفاصيل الصغيرة اللي ممكن نجهلها وما نعرفها، وهي ممكن تأذي صحتنا وتكون مؤثرة. اليوم فقرتنا حنحكي فيها بالذات عن مرضى ضغط الدم، شو هي العادات الغذائية وأيضا مواعيد أخذ الدواء اللي هي كتير بتأثر وبتختلف بشهر رمضان المبارك. كل هالتفاصيل مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور الصيدلاني خالد عطاية. أهلا وسهلا فيك دكتور خالد، يسعد صباحك. يسعد أوقات كل اللي عم يحضرونا بهالوقت الجميل، بهالصباح الجميل، صباح الشام. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم بنحكي عن حالة جدا مهمة وبحاجة لمراقبة دائما من الشخص. اليوم خلينا نعرف الفكرة بشكل عام، يعني وقد اليوم مهم مراقبة ضغط الدم خلال شهر الصوم. يعني ضغط الدم والسكر هن من أخطر الحالات، بسموهن المرض الخطير الصامت، لأنه ما بيشعر المريض. يعني دائما ارتفاع الضغط، في عنا خط أحمر، لما بيتجاوز الضغط 15-16 بيكون في عنا نوع درجة من الخطورة، لما بيتجاوز 18 بنكون قدام خطورة كتير عالية. أهم أخطار الضغط هو الجلطات الدموية أو السكتات الدماغية، أو شيء بنسميه الحادث الوعائي الدماغي، اللي هو عبارة عن تفلت جزء من الأوعية الدموية اللي موجودة بالدماغ. قديش مهم؟ فعلا هذا أمر مهم كتير، إنه نحن نراقب الضغط. والمراقبة الضغط ما بتستلزم كتير، يعني أنا بستغرب بعض المرضى إما عن نوع من الاستهتار خلينا نقول، أو الجهل. يعني بكفي إنه يكون عنده جهاز ضغط بالبيت. يعني ودائما أنا بنبه إنه بعض الأجهزة الإلكترونية ما هي أجهزة دقيقة، كثير مهم جهاز الضغط الهوائي انه حدا يكون بالبيت يعرف يستخدمه. واعراض ارتفاع الضغط كثير بسيطه، يعني صداع بالراس، حس تقل، حس ببعض مشاكل غباشه بالنظر. كثير مهم، الموضوع بسيط، بكفي انه المريض انه يزين ضغطه عده مرات باليوم، ويتجنب الاغذيه اللي ويخضع لنظام دقيق وبسيط، هو انه يراقب ضغطه، يراقب. كل انسان هو حكيم نفسه بالنهايه. اكيد. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي عن مواعيد الادويه. يعني اليوم الدواء مثل ما بيقولوا في بعض الامراض مثل السكر ومثل ضغط الدم هو له موعد مقدس، خصوصا يعني في بعض الاشخاص ممكن ياخذوا نوعين من الادويه، في شيء صباحا، في شيء مساء، بعد الطعام، قبل الطعام. هي التفاصيل اللي هي ممكن بسيطه انه يلا حب الدواء باخذها اي مكان، بس هي ممكن يكون لها تاثير كثير كبير. خلينا نحكي عن المواعيد لو سمحت. حقيقة قبل ما نحكي عن المواعيد، بنحكي عن انه المريض قديش مهم طريقة أخذ الدواء. أحيانا طريقة أخذ الدواء أهم من الدواء نفسه. يعني مثلا مريض الضغط ما بيجوز ياخذ دواء الضغط مع القهوة أو الشاي أو العرقسوس. كنا عم نحكي عن العرقسوس، يعتبر من أحد أهم الأخطار اللي بتسبب. يعني أنا بحكي عن تجربة شخصية، عمي اللي هو أخوه لأبي، يعني توفى من حوالي رمضان باختلاطات ناتجة عن أخذه لجرعة كبيرة من العرقسوس بشكل غير منضبط. يعني الإنسان مثل ما قلت هو حكيم نفسه. كثير مهم نحن أنه الأدوية الضغط بالذات ناخذها بشكل كثير مهم. يعني كيف بدنا ناخذ الدواء؟ بناخذ الدواء مع كمية كبيرة من المي. يفضل أنه ما ناخذ دواء مع أدوية ثانية. بعض الكبار بالسن وخصوصي اللي عندهم أدوية كثير بيجمعوا الأدوية وبياخذوها هيك بيصفوها. والله أنا بستغرب. يعني هذا أمر بسيط، يعني أي إنسان بيقدر بياخذ. حتى لو كان مثلا عندهم اربع انواع ادويه، يعني مثلا بياخذ دواء الضغط مع الدواء المنظم لعضله القلب، مع المميع للدم، مع حمايه المناعه، قطعا هذا امر كثير خطا. وهي من هالمنبر الطيب بقول انه كل مين عنده مجموعه ادويه لازم يكون في فواصل زمنيه مهمه بين الدواء والدواء، لانه هذا الشيء بيعطينا نتيجه افضل وبيجنبنا من تداخلات قد تكون خطيره وغير مدروسه.
طيب دكتور، خلينا نروح لمرضى السكري بانواعه الاثنين اليوم. هل هن قادرين على الصيام بشكل طبيعي؟ نحن بنعرف انه في بعض الاشخاص حسب حالتهم، البعض عم يروح للحب الادويه يعني للسكري، خاف السكري، والبعض عم يروح للانسولين اللي هي الابر. يعني اليوم كيف قادر يصوم وياخذ ادويته بشكل دقيق؟ يعني مثل ما تفضلتي، هو في عنا نوعين. الحالتين هو المرض السكري الشبابي والمرض المعتمد على الانسولين. طبعا في فرق كثير كبير بين الحالتين. يعني انا بقول انه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه. يعني لما الدكتور الصيدلاني او الطبيب بيوجه المريض انه ما لازم يصوم، او انه سكره غير منضبط، او هو نفسه غير منضبط ما بينحمى، يعني الموضوع خطير. لانه قبل الافطار بدقائق بيكون السكري بادنى درجه، لما بيفطر وخصوصي لما بيكون هو من النوع اللي ما بيلتزم بحميه، بيصير قفزه كبيره. هالارتفاع الشديد والمفاجئ بالسكر قد يسبب لمشكله خطيره جدا على النظر. يعني وهي الحاله اللي ممكن تصيب النظر ممكن تسبب لفقد القدره على النظر، للعمى يعني، وهي احيانا بتكون حاله غير قابله للعلاج. كمان بصير في عنده اعتلال بالاعصاب، كمان هذا مشكله، كمان فعلا مشكله حقيقيه. لذلك يعني مرضى الضغط ومرضى السكري كثير مهم انه نضبط مواعيد الاخذ بالضبط، مثل ما بيشرح لهم، مثل ما بيوصف الطبيب ومثل ما بيشرح الصيدلاني. الصيدلاني هو على تماس مع المريض دائما، هو الصيدلاني المجتمع فيهم يرجعوا له دائما ببساطه. كل عيله في عندها صيدلي خاص اللي بيتعاملوا معهم، كثير مهم يكون رقبه معهم اذا صار حادث، شغله بسيطه او طارئه او صار اي اعراض، يعني انه يبرمج لهم الادويه، خصوصي بالصيام يعني بده اعاده برمجه الادويه من جديد بفتره الافطار. ما بيجوز المريض يوقف اي دواء او يتوقع انه والله انا حجرب، يعني بعض الشغلات والله انا حجرب حالي هالمره بلا دواء لشوف كيف، يعني وكانه هو مجال للتجربه، او كانه هو في يحكم او يتوقع الاخطار اللي جايه. مرضى السكري في عندنا حقيقه النمطين. دائما بقول لما بيكون المريض واعي وعنده قدرة على التحكم بشهيته، خلينا نقول في يختار تماما الأكل اللي بياخده وإمتى بياخده. هذا أكثر مريض بنسميه نحن مريض متعاون. المريض المتعاون بيحسن جودة الحياة تبعه وبيريح الكوادر الطبية لأنه تتعامل معه صح. بكل بساطة المريض اللي بيقدر ينضبط هو اكثر مريض بيقدر يصوم ويتمتع بصحه، شرط انه يراقب سكره كمان باجهزه السكري المنزليه. وانا بقول لازم الكل يكون عندهم منه، يعني اول شيء موجود بالبيت بيقدر يراقب سكره دائما، وبنقدر نطلع ونشوف مستويات هالسكر لما بتتجاوز الحد الخطير. اكيد. طيب دكتور، بما انه حكينا عن ادويه الضغط وبعض الادويه كيف لازم يتم تناولها، خلينا نحكي شوي كمان عن ادويه السكر اليوم. الانسولين نعرف انسولين سريع، انسولين مختلط، وبالتالي الدكتور بيوصف مثلا اذا كان جرعه او جرعتين مده زمنيه محدده. اليوم نحن اوقات الطعام تختلف برمضان غير عن الاوقات السابقه، يعني مثلا اذا بياخذها 8 الصبح بده ياخذها 8 بالليل، ليش تحديد هذا الوقت بالضبط؟ خلينا نحكي هاي الملاحظات الصغيره لو سمحت. تمام. هلا المريض اللي بنعطيه انسولين هو مريض يعني عنده درجات الخطوره عاليه. ليش؟ لانه اصلا الانسولين، يعني بعدين على فكره انا بقول لكل الناس، الانسولين هو اعظم اختراع قدمته البشريه للانسان على الاطلاق. واللي اخترعوا الانسولين اخذوا جائزه نوبل، وهن يعني بصماتهم واضحه، لانه نحن عم نعوض للجسم الشيء اللي ما عم يقدر الجسم يقدمه. فنحن عم نحط المريض بحاله شبيهه بالاشخاص الاسوياء، انه هو عم ياخذ الانسولين من خارج الجسم. يعني في ناس مثلا انا بشوف انه بعض الناس انه لا انا ما بدي ابر انسولين، انا بدي اخذ حبوب. طبعا هذا خطا وما بيجوز المريض يكون له اراده يعني بهذا الموضوع. نحن بنقرر اذا هو بحاجه له ولا لا. طبعا انواع البطيء والسريع حسب نوع المشكله اللي عنده. ولو انه مريض في ناس عندهم الانسولين بيشتغل بشكل جزئي، في ناس في عندهم خلل بتصنيع وامتصاص الانسولين وعمله بالجسم. طبعا في درجات ما حنخوض بتفاصيلها لانه هي للاختصاصيين عاده، بس نحن بنقول انه المريض كثير مهم يتقيد بالجرعه. طبعا لما نحن بيكون عندنا مريض السكر تبعه كثير عالي بنحدد له جرعتين او جرعه. تطورت ادويه الضغط والسكري، من زمان كان المريض الانسولين ياخذ 4 مرات باليوم،
صار تطور، صار مرتين، هلا صار سولو دوز، يعني هو جرعه وحيده باليوم. حتى هلا الانظمه الحديثه بتعتمد على مضخه الانسولين، هي بتنحط مثل الساعه الزراعيه لحالها، بتراقب انسولين الجسم وبتعطي الجرعه حسب ما بده المريض. يعني هي طرق حديثه، بس نحن ببساطه الانسولين السريع للاشخاص اللي بيقفز سكرهم كثير، والانسولين البطيء للي بيضل صعب انه ينزل لما يطلع. طبعا الانسولينات الحديثه ايام بتكون خليط بين هذا وهذا، وهذا هو اللي بيقدم يعني فكره لانه نحن نحافظ على سكر مريض السكر ضمن المستويات المقبوله والمستويات اللي دون الخطر اللي بيمثل خطوره على ارتفاع السكر. طيب دكتور، اليوم في حاله خلينا نقول هي شائعه ولكن هي نسبيه مو عامه، وانه الاشخاص اللي عندهم مرض كان حاله الضغط او السكري، يعني اليوم بيروح بشيكي بيعرف انه انا مريض ضغط، انا مريض سكري، بيلتزم بادويتي، ولكن بيهمل مراجعه الطبيب. اليوم مرض الضغط بيجوز كل فتره بحاجه لارتفاع خلينا نقول الادويه، يعني تغيير الادويه. نفس الشيء مرضى السكري كمان بجوز بحاجه لجرعات زياده. قد ايه المهم اليوم التشييك عند الطبيب المختص؟ شكرا لك. قد ايش مهم السؤال، لانه في مرضى يعني اما عن انه مثلا بيكون مشغول، او انه لحتى ما يروح لعند الطبيب او الصيدلي، او انه لحتى ما يروح انه زحمه او منشان ما يكشف عليه، فبيستهتر وبيرخي بدن، بنقول يعني باللغه العاميه. صحيح. طبعا هذا موضوع ما في مجال ابدا ابدا للاستهتار فيه. البروتوكولات العالميه، وانا كان لي يعني عدد كبير من المؤتمرات العالميه اللي شاركت فيها، تدرجت مع الزمن لتحدد هالعلاقه هي قديش. كانوا من زمان يقولوا انه كل سنه يراجع، بعدين صاروا يقولوا كل 6 شهور، لا نحن بنقول انه كل 3 شهور على الاقل بدنا نعمل تشيك اب، بدنا نعمل يعني اعاده نظر وبرمجه للادويه. طبعا الشيء المهم انه دائما بدنا يكون في عنا اجهزه فحص السكر المنزليه واجهزه فحص الضغط المنزليه، بالاضافه لانه الانسان يبعد عن التوتر. دائما التوتر وتنظيم الاكل والنوم هو امر كثير مهم كثير مهم بهي الموضوع وهي العلاقه. ودائما نحن يعني عايشين بوضع صعب، وضع عالمي صعب، يعني مو بس على سوريتنا الحبيبه، بكل العالم في توترات. الإنسان كل ما رجع للأسرة، كل ما حسن علاقته مع اللي حواليه، كل ما كان التبادل المودة والمشاعر الطيبة مع أهله ومع أسرته ومع المحيط اللي حواليه حيكون وضعه أحسن بكثير. بس المهم أنه لازم كل 3 شهور على الأقل يخضع لمراقبة طبية. وأنا بقول مع ذلك للي ما بيقدروا يراجعوا الأطباء، نحن أنا دكتور صيدلي، يعني زملائنا الصيادلة بيقدموا الاستشارة دائما ببلاش وعلى مدار الوقت. طبعا الصيدلاني لما بيلاقي أنه في عنا فعلا مشكلة قد ما بينتبه للمريض ولا أهله، أكيد راح يوجهه للطبيب لحتى يتساعدوا بضبط جرعة الدواء والمراقبة للمريض. أكيد. يعني دكتور اليوم خليني أقول معلومات مهمة جدا من حضرتك قبل ما نختم حديثنا اليوم. خلينا نحكي عن أهم النصائح اللي بتحب توجهها للأمراض المزمنة، وخصوصا خلال الشهر الكريم، يعني إن كان تناول المياه مثل ما حضرتك حكيت قبل شوي، بعض النصائح عن تناول الأدوية وغيرها من التفاصيل. هلا اول شيء يعني احيانا بيجتمع المرض الضغط والسكري، احيانا بيكون في عندنا اعتلال اعصاب او اعتلال بعضله القلب. دائما المريض يعني بيكون غالبا متوتر. انا بقول اول شيء واهم نصيحه انه نحن المريض نفسه نوجهه انه يحاول يعيش بجو بعيد عن التوتر، يرفه عن حاله، يحاول انه يكون عنده نوع من الاستيعاب للمشاكل اللي بتحوم اللي بتجي حواليه، يحسن علاقته مع ربه. يعني لما الانسان بتوصل معه لدرجه من الضغوط النفسيه، دائما رب العالمين هو يعني ملاذ لهالناس. وبعدين بنقول للاهل انتوا اعتنوا بهذا المريض، يعني ما تحسسوا انه هو مريض، تحسسوا انه يعني للاسف بعض العائلات انه يا اخي بيعملوا الاكل هالحلو هالظريف مثلا وبيحطوه قدامه، يا اخي لا تاكل حلو، ما بيصير تاكل حلو. طب بالاساس يعني في ببساطه نحن بنقول لهم يعني يتصرفوا صح، يعملوا وجبه تكون مناسبه له ياكلوها معه، اذا بيحبوا وجبه ثانيه ما ياكلوها قدامه. يعني هذا الضغط النفسي بيمثل استنزاف. انا بقول بحكي عن يعني عن الست الوالده، بوجه تحيه لكل الامهات، دائما كانت كثير حريصه انه يكون مثلا تكون ستي عندنا بالبيت ومعها سكري، انه لما بتكون موجوده تنبهنا وتعمل برنامج خاص انه ما بيجوز تاكله حلو قدامها، ما بيجوز تحطه والممنوع مرغوب. يعني اذا هو الشخص بيصير معه سكري الله يرحمها ستي كانت
بتحب الحلو كانت تحب بزيادة. البوظة كثير هو كل تقول بعده البوظة عني أنا ما بيجوز آكل بوظة خلينا لننام لا يا فاتحة البراد ولازمي أكل بال... الله يرحمها يعني فهذا الله يعني طبعا هي العادات نحن شيء رائع ببلادنا أنا عشت بدول أوروبية كثير ما في أحلى من بلادنا ما في أحلى من لمة العيلة العيلة هي اللي بتقدم الغذاء والدواء والنصائح وهي الدعم النفسي ثلاث أرباع الدواء كل ما كان المريض بحالة نفسية صح حيكون أداؤه صح وحيكون تجاوبه مع الأدوية أفضل بكثير أكيد إن شاء الله هيك دائما بالصحة والسلامة دكتور لكل الناس بدنا نشكر حضورك لليوم رمضان كريم وهيك كل عام أنتم بألف خير مناسبة يسعد أوقاتكم وكل عام أنتم بخير أنتم أهليكم تحياتي من هالمنبر الطيب لإعلامنا الوطني الطيب وبقول لكل الناس لازم يتابعوا إعلامنا المحلي بعده عن السوشيال ميديا لأنه هي مليئة بالمطبات والمخادعات أكيد شكرا لك دكتور لوجودك معنا